أهلا وسهلا فيكم جميعا بهذه الجلسة مباشرة من شركة تكمل، معكم المحلل والمدرب المعتمد جذاب ظهرية. عنوان هذه الجلسة، طبعا في البداية خلينا نتأكد إذا الصوت والصورة واضحين ما قبل بداية هذا الويبينار. اللي بدي لكم إياه إنه عنوان هذه الجلسة رح تكون طبعا سلوك العملات وسلوك النفسي للعملات أو السايكولوجيكال بيهيفير للعملات الرئيسية اللي بنتداول عليها بشكل يومي. ويبينار جدا مهم، طبعا منه طريقه تداول او استراتيجيه تداول معينه، ولكن بقدر كون لكم الفكره وانقل لكم خبرتي 12 سنه خبره باسواق المال، بقدر انقل لكم اياها والكم، وايضا باستعمال موجات اليوت خليني اقول بقدر بكل بساطه انقل لكم نوع او سلوك نفسي اذا بدكم سايكولوجيكال بيهيفير العملات، ليقدر كل شخص منكم يختار العمله المناسبه اللي بيقدر يتداول فيها. بسمع كثير من الاشخاص لما اسالهم عن سوق الفوركس او اسواق العملات، طبعا بقول له انت مثلا بتتداول بالنفط، بقول لي لا النفط ما بحبه. بساله بتتداول بسعر اونصه الذهب، بقول لي الذهب بعض الاوقات. بعض الاوقات الاشخاص بيقولوا لي انا الدولار ين ما بدخل فيه ولا مره، بدخل او بتداول بس يورو دولار. شو سبب هذه اذا بدكم العناوين الرئيسيه اللي عم بتكلم عليها، اللي هو شو السبب انه شخص ما بيتداول نفط؟ هل يا ترى ان النفط خطير؟ هل يا ترى النفط ما فيك تعمل له بريدكشن؟ لا يمكن ان تتوقع السيناريو المفترض القادم؟ شو السبب؟ كل شخص لازم يكون في عنده عمله مفضله، لازم يكون في عنده زوج مفضل بيتداول عليه، بيقدر يفهم طريقه التداول فيه، بيقدر يفهم طريقه تحركه ما قبل اتخاذ قرار. طبعا هذه اذا بدكم النتيجه استخرجتها من وراء موجات اليوت، هي استراتيجيه التداول انا بتبعها والي اكثر من 4 أو 5 سنوات بتبعها. طبعا هذه الجلسه ما راح اشرح لكم موجات اليوت، ولكن عندي جلسه قادمه خاصه بموجات اليوت، اليوت ويفز برنسبل، وراح اكون عم بشرح فيها بعض اذا بدكم الموجات او بعض البيسك خلينا نقول انفورميشن عن موجات اليوت. ولكن ضمن هذا الويبينار، الصوت والصوره واضحين شباب؟ اظن انه الامور كلها تمام، ولكن خليني بس اتاكد. اهلا وسهلا فيكم جميعا، عبد الله، انترانيك، فايز، ابراهيم، خالد، محمود، محمد السيد، زين، اهلا وسهلا فيكم، نورتوا الجلسه. لكن ضمن بس بدي اتاكد اذا ممكن حدا يكتب لي اذا الصوت والصوره واضحين، ولا اظن الامور من المفترض انه تكون تمام. اوكي، اهلا وسهلا فيكم جميعا، بالمبدا سامعيني. عم نشوف شوي صغير ارتفاع هلا للدولار الامريكي، وكذلك الامر كنا شاهدنا شوي صغير وصول الذهب الى مناطق جدا حساسه اللي هي مستوى 53 عن جديد، عم نشوف قبلنا الدولار ين عم بيرتفع فوق مستويات 88.2%، علامه استفهام هل يا ترى هذه الموجه الاخيره للدولار الامريكي ولا لا؟ سايكولوجيكال بيهيفير، اذا بحاول بدي اجي اتكلم انا على اي زوج، بدي اتكلم على اليورو دولار. اليورو دولار هو من العملات الرئيسيه اللي بتتداول بشكل طبيعي، بتتداول بشكل افقي، الاتجاه واضح، يا اما صاعد يا اما هابط يا اما افقي. كثير من الاشخاص بيعرفوا هذا الموضوع. طب ليش انا بدي اتداول يورو ما بتداول دولار ين؟ ليش بدي اتداول ذهب ما بدي اتداول نفط؟ السبب بكل بساطه هو المرحله الافقيه، اللي هي المرحله المميزه بكل زوج او بين كل زوج او عمله معينه. اذا بدي اجي اتكلم على زوج الدولار ين، كثير من الاشخاص بيعرفوا انه المراحل الافقيه بتطول. على سبيل المثال هذا رسم بين اسبوعي للدولار ين، بتلاحظوا المرحله الافقيه اللي هي بيدخل فيها الدولار ين هي مرحله افقيه شبه طويله، يعني ممكن تاخذ سنه، ممكن سنه ونص، ممكن سنتين، ولكن لما يبتدي ياخذ اتجاه عام مفترض بيمشي طبعا السوق بشكل رائع، واذا في حال ماشي مع الاتجاه العام ممكن نستفيد كثير. ولكن السبب انه في كثير من الاشخاص ما بيتداولوا الدولار ين لانه المراحل الافقيه فيه طويلة الأمد، وهذه أول نقطة. يعني للأشخاص اللي ما عندهم طولة بال، للأشخاص اللي بحوصوا، للأشخاص اللي بيعتبروا حالهم سكالبرز، بيدخل بالسوق وبيخرج منه بشكل سريع، بيتصيد فرص استثمار، الدولار ين منه مناسب لهذا المستثمر. أنما بالنسبة للأشخاص اللي بياخذوا بوزيشنز لونج تيرم، للأشخاص اللي بياخذوا مراكز سنوية، بعرف قليل، ولكن إذا في حال تاخذ مراكز لونج تيرم وبتشوف إذا بدك تحليل الدولار الأمريكي بالنسبه للهاتش فاند، بالنسبه لمورغان ستانلي، يو بي اس، وجي بي مورغان، بتلاحظ التقارير السنويه وبتتبعها، وبتلاحظ او بتجرب تتوقع اتجاه عام للدولار الامريكي او للين الياباني بشكل او اخر، هون ممكن انت تقدر تتداول على الدولار ين على المدى الطويل.
ما راح ادخل كثير بباوربوينت برزنتيشن وزهقكم فيها، ولكن اللي بقدر اقول لكم اياه انه البيرتشيسينج باور باريتي بي 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 تريبل بي هذه نقطه جدا مهمه للمستثمرين، لازم يكون عندك معلومات عامه عنها. ما في لزوم انك انت تتداول بسوق الفوركس ويكون عندك اذا بدك فيك او خلينا نقول فكره بسيطه عن سوق الفوركس، لا، لازم يكون عندك فكره جيده، لازم يكون عندك بيس معين او قاعده معينه تنطلق منها. ولما تكون عم تنطلق من معلومات اقتصاديه او باك جراوند اقتصادي وفورا تنتقل لباك جراوند اذا بدك تقني او تحاليل تقنيه، هون بيجي اذا بدكم الشق الاقوى، وهون بيقدر المستثمر والمضارب يقدر بالضبط يحدد نقطه استثمار ونقطه دخول او زوج معين. اذا بدي اجي اتكلم عن النفط، كثير من الاشخاص بيعرفوا انه النفط سريع. شو يعني النفط سريع؟ يعني تحركاته سريعه، يعني النفط من المتوقع انه يكون اذا بدك اذا عرضت وقف خساره بمكان معين، بدك تعرف انه ما فيك تعرضه بمكان صغير، بدك تعرضه بمكان حساس، مكان شوي بعيد. وبهذه الحاله ممكن انت كشخص، بس بدي اسالكم الصوره او الكام وين موجوده، لان على ما اظن انه الكام شوي اخذ محل كتير، رح احطها على يسار الشاشه على ما اظن هيك بتكون امور شوي افضل. اوكي، على يسار الشاشه. لكن اذا بيجي بتكلم على سعر النفط، النفط على سبيل المثال كان عندي كرود اويل انفنتوريز، هلا كرود اويل انفنتوريز طلع عندي 7 مليون برميل نفط زياده، الانتاج زاد، ومن المفترض انه يضعف سعر برميل النفط بغض النظر اذا معظم الاوقات بيلحق البيانات الاقتصاديه بشكل تمام او لا. يعني تتقوم تحلل النفط لازم يكون عندك بعض التحاليل التقنيه مثل ما عم تشوفوا امامكم. اتوقع انا هبوط سعر برميل النفط، هذه جلسه منا للتكلم عن السيناريوهات او الاتجاهات المفترضه، وانما عن نفسيه النفط. النفط مبني على بعض التحركات الاقتصاديه والسياسيه مدعومه بدول كبرى، يعني اي خبر بيطلع عبر العالم ممكن يتاثر النفط بشكل سريع. وقف الخساره اقله بده يكون 100 او 200 نقطه، صح ولا لا؟ اقله لازم يكون حسابك التداول 1000 او 2000 او 3000 دولار لتقدر تتحمل هذه المسافه اللي بدك تعرضها على وقف الخساره. يعني اذا انا مستثمر او مضارب ريسك افيرس، يعني ما بحب المخاطر وما بحب انه باي لحظه يرتفع السوق وينخفض اذا بدكم، او التقلبات فيه تكون مرتفعه، النفط منه لقلك للتداول. مش خطا انك انت تتمسك بعمله معينه وتعرف طريقه التداول. هلا راح تصير المحاضره افضل واصل للنقطه الحساسه. راح اتكلم شوي او بشكل سريع على موجات اليوت لكل الاشخاص اللي بيتداولوا على سبيل المثال الدولار كندي. اوكي، الدولار مقابل الكندي، هذا هو الدولار الكندي. لكل الاشخاص اللي بيتداولوا دولار كندي بيقولوا لي اتجاهات عامه مفترضه، وعندي سيناريو مفترض يا اما هابط يا اما صاعد. نعم، ولكن هل يا ترى انت بتعرف انه بي زوج الدولار مقابل الكندي معظم الاوقات الارتداد بيكون بين 90% و100%؟ شو يعني؟ يعني اذا في حال انت باتجاه عام هابط وعندي ارتداد، تتوقع ارتداد تصحيحي ما قبل تكمله اتجاه الهابط، هذا سيناريو مفترض. نعم، اتجاه عام هابط، من الواضح انه هون عندي اتجاه عام هابط، الارتداد بمعظم العملات بتكون بين مستوى ال 50 و61.8%، ممكن كحد اقصى نوصل ل 76.4%. ولكن انت عندك فكره انه الدولار مقابل الكندي الارتداد معظم الاوقات بيكون تقريبا 100% او 90%؟ يعني مثل ما عم بتشوفوا هون، عم بتشوفوا على سبيل المثال الدولار مقابل الكندي هبوط، ارتداد 90% ومن ثم هبوط، وعن جديد ارتداد 90% ونتوقع الهبوط. اللي بقدر اقول لك ايه، وحتى تاريخ الدولار الكندي تاريخه لورا بنفس الموضوع، بتلاحظ انه عند اذا بدك هبوط او ارتفاع الكندي من نقطه معينه، ارتفاع، ارتداد 90% وارتفاع، ممكن هلا ارتداد 90% ما قبل ارتفاع. وكذلك الامر بالموجات الاصغر، لانه هون عم باخذ رسم بياني يومي، هون هبوط ارتداد 90% هبوط، ارتداد ايضا ضخم، هون كمان ارتداد ارتداد. نفسيه الدولار مقابل الكندي ممكن كثير انك تقدر تحدد اتجاه معين او سيناريو مفترض على الدولار الكندي، ولكن انت عارف انه وقف الخساره بده يكون فوق مستوى ال 100% يلي هي نقطه الانطلاق، وهذه نقطه جدا مهمه. لكن نفسية الدولار الكندي الارتداد بحدود 90% أو 100%. تكلمنا على الدولار مقابل اليان يلي هو تقريبا المراحل الأفقية طويلة الأمد،
بيدخل بمرحلة أفقية طويلة الأمد، يعني بزهق المستثمر والمضارب ما قبل الاتجاه الصحيح أنه ياخذ مجرى أو ياخذ إذا بدك خلينا نقول الاتجاه العام اللي أنت كنت توقعته. محمود تشارت غير موجود؟ شو يعني تشارت غير موجود؟ ما عم بتشوفه؟ واو، ما كنتوا عم بتشوفوا الشاشة؟ أنا متأسف، ليش ما خبرتوني من قبل؟ أوكي، للأسف رح نرجع نعيد هيك بشكل سريع شوي. تشارت ما كنتوا شايفينه، أخ أنا بعتذر كتير 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 على اللي حصل. اوكي، لكن كنا تكلمنا شوي صغيره على سعر برميل النفط، لكن كنت تكلمت على سعر برميل النفط وعلى التقلبات، وكنت قلت لكم انه الارتداد او خلينا نقول التقلبات بتكون قويه، وعم نشوف الشموع او المجسمات الضخمه ما قبل اتخاذ الاتجاه الواضح. ومن ثم انتقلنا على الدولار مقابل الين، كذلك الامر. الدولارين كنا تكلمنا على رسم بيان اسبوعي، وشفنا هذه المراحل الافقيه اللي كثير بتاخذ وقتها بالنسبه للدولار مقابل الين ما قبل اتخاذ قرار او خلينا نقول اتجاه واضح او خلينا نقول اختراق معين. فالمرحله الافقيه بالدولارين بتطول، تمام؟ هذه نقطه من النقاط اللي مرينا عليها. دخلنا على زوج الدولار مقابل الكندي كذلك الامر، وفرجيتكم كنا عم نتكلم شوي صغيره على الارتدادات. الارتدادات اللي هي معظم الاوقات بكون عند نقطه انطلاق ارتفاع ارتداد 90% ما قبل تكمله الاتجاه. كذلك الامر هون، هبوط ارتداد 90% ما قبل تكمله الاتجاه، وكذلك الامر هون، هبوط ارتداد 90%، هبوط ارتداد 90%. نفسيه الدولار مقابل الكندا بتلاحظوا انه نقطه الانطلاق لازم يرتد لها السوق ما قبل تكمله اتجاه الهابط او الصاعد، وهذه اذا بدكم نموذج معين او باترن معين على طول بنمر عليها بالنسبه للدولار مقابل الكندا. محمود انا بشكرك كثير، يا ريت قلتوا لي من قبل، انا ناسي ادول شو سكرين. لكن هذا بالنسبه للدولار مقابل الكندي. خلينا نقول نفسيه الاسهم الامريكيه. الاسهم الامريكيه معظم الاشخاص بجربوا انه يتداولوا، بجربوا انه يختاروا قمه معينه، بصير يقول لك هذه القمه رح يبتدي انهيار منها، بيرجع بيرتفع السوق بيقول لك هذه القمه رح يبتدي انهيار منها اكيد، انا اكيد هالمره، وايضا بيتم اختراقه وبكف اتجاه عام الصاعد. طب شو في حال بدي اقول لك انك انت لو عندك خبرة 20 و30 سنة بالتحاليل التقنية بالنسبة للمؤشرات الأمريكية، لا يمكن استعمال أي مؤشر، أي استراتيجية تداول، أي فكرة اقتصادية وأي شيء آخر لتقدر تحلل السوق. بكل بساطة الترند لاينز أو الخطوط الميلة على الارتفاع أو خطوط ميلة على هبوط، طبعا هذه المؤشرات الوحيدة واستراتيجيات التداول الوحيدة اللي ممكن تاخذها. على سبيل المثال هون عندي خط دعم رئيسي على الداو جونز، عند اختراق هذه المنطقة الزرقاء اللي هي قاع صابط، هون بنقدر ناخذ أول نقطة سلبية. فبالنسبة لي ما عندي أي تحاليل أخرى، لازم انتظر ولازم يكون عندك بال طويل. وطبعا المؤشرات الأمريكية لازم يكون استثمار طويل الأمد. لكل الأشخاص اللي بحوصوا ما عندهم طولة بال بالنسبة للاستثمارات أو للتداول، الدولارين كذلك الأمر بيلحق الداو جونز. كنا قلنا الدولارين بده يكون عندك طولة بال لأنه ممكن المرحلة الأفقية تطول، وكذلك الأمر لأنه عنده علاقة إيجابية بين الدولار ين والمؤشرات الأمريكية، وهذا بحكم الريسك سنتمنت أون أو الريسك سنتمنت أوف. وبكل بساطة المؤشرات الأمريكية بتلحق الدولار ين، وبقدر أقول لك لازم يكون عندك طولة بال إذا في حال أخذت مركز طويل الأمد، بده يكون عندك طولة بال إذا شراء. كذلك الأمر بياخذ سنوات ليرتفع الداو جونز، مع ارتفاع وتسجيل قمم وكعان عالم بعض البعض ممكن ياخذ سنه وسنتين وثلاثه ليوصل الى طبعا قمم جديده تاريخيه وتجني بعض الارباح. وكذلك الامر بالبيع، اذا في حال بدك تبيع الداو جونز هون وعتفكر انه بشكل مفاجئ ممكن يبتدي الانهيار وتجني اموال طائله، بدك تطول بالك عليه، بده يمشي السوق، بده ياخذ مجري ممكن اقله شهر اثنين ثلاثه. فطبعا نفسيه الداو جونز هي نفسيه تداول خلينا نقول طويلة الأمد. كذلك الأمر الجيرمان داكس، لكل الأشخاص اللي بحبوا المخاطر، لكل الأشخاص اللي بحبوا التقلبات السريعة، جني الأرباح السريعة، إغلاق الصفقات بشكل سريع، الجيرمان داكس هو الحل لكم. لأنه الجيرمان داكس هو المؤشر الألماني اللي نقطته هي عبارة عن 25 يورو للعقد الواحد، يعني عبارة عن 30 دولار، وهذا يدل على أنه أي تحرك طفيف أو بسيط للجيرمان داكس ممكن تشهد أرباح طائلة أو خسائر. طبعا كذلك الأمر الجيرمان داكس سريع جدا، أقله بيتداول بشكل يومي 200 أو 300 نقطة. بتشوفوا الشموع اليابانية ضخمة، ولكن
اذا بدكم يعني للاشخاص اللي بيتداولوا فيه طبعا بده يكون عندهم حساب تداول ضخم، بده يكون في عندهم اداره مخاطر ضخمه، وبده يكون عندهم نقاط حساسه جدا لنقاط الدخول ليتصيدوا فرصه الدخول، لانه 100 نقطه هي عباره عن 3000 دولار يا شباب، ومش من مكان بيقدر يتداول فيه. بدنا نكون جدا حذرين بالنسبه للجيرمان داكس. بدنا ننتقل شوي صغيره لسعر اونصه الذهب. سعر اونصه الذهب لكل الاشخاص بيحبوا يتداولوا بالذهب كمان هو استثمار طويل الأمد، ممكن تتداول فيه كمضاربة كذلك الأمر، كل الأزواج والعملات أنت ممكن تتداول فيهم كمضاربة، ولكن الوقت اللي ممكن تنتظر فيه الأرباح هذا هو علامة الاستفهام. عامل الوقت هو العامل الأساسي والوحيد اللي لا يمكن تحديده. بالنسبة للجيرمان داكس سريع، بالنسبة لسعر أونصة الذهب ممكن تكون بطيئة بعض الأحيان، ممكن لما يكون في عندي مخاطر مرتفعة بالسوق تكون سريعة جدا وتشهد تقلبات والشموع جدا ضخمة لسعر أونصة الذهب. شو سبب هذه المحاضرة؟ شو سبب هذه المحاضرة؟ إذا أنا جوزيف بحب أتداول خلينا نقول كمضاربة أو كسكالبينج، ليش ما بختار عملة معينة؟ بدرس طريقة تحركاتها، بدرس سيكولوجية التداول تبعها، بصير افهمها، بصير اعرف هل يا ترى هذا الارتفاع خاطئ؟ شو يعني خاطئ؟ فولس خلينا نقول upside movement، يعني ارتفاع وهمي ولا ارتفاع جدي؟ هل يا ترى هذه منطقة افقية بتطول كتير او ما بتطول كتير؟ عادة بيحترم الانماط والباترنز مثل المثلثات والرايزنج بانلز والفلاج البول فلاج والبير فلاج، هل يا ترى بيحترم فيبوناتشي ولا ما بيحترم فيبوناتشي؟ هل يا ترى الامتداد للموجة هو امتداد 50% او على طول امتداد 80%؟ هون بقدر اعرف واكون فكرة عن العملة والزوج اللي انا بتداول فيه، وبقدر اتمكن منه بصير خبير عملة واحدة. وين المشكلة؟ ليش بدك تكون خبير انت كثير من العملات الرئيسية؟ جورج سوروس على سبيل المثال، جورج سوروس، ما تلخزوني بس على هذه الحدية، لأنه أنا بهمني الأشخاص يربحوا، ونحن كلنا فريق واحد، البورصة فريق آخر، نحن كلنا المتداولين، وحتى شركة المالية إذا في حال نظيفة وبهمها مصلحة المستثمر هي فريق والبورصة فريق مختلف، فنحن ضد البورصة، أنا بهمني استفيد منكم وتستفيدوا مني. جورج سوروس هو أحد الأشخاص اللي بيتداولوا فقط على الذهب. طب ليش؟ جورج سوروس ملياردير معه مليارات الدولارات فقط بيتداول على الذهب وهو يلقب بخبير الذهب. طب ليش؟ ليش جورج سوروس منه خبير باليورو؟ ليش ما بيعطي رأيه باليورو؟ ليش وارن بافيت بيتداول بالأسهم فقط ما بيتداول بالعملات وبالذهب وبالنفط؟ ليش على سبيل المثال خلينا نقول مين كمان عندي غير جورج سوروس وورن بافيت؟ في كتير عندي محللين ومضاربين طبعا بيتداولوا على النفط واختصاص النفط، عندي اويل اكسبرتس، اويل اكسبرتس اللي هني بيشتغلوا بالاويل ريجز وبيتوقعوا تحركات النفط. ليش مش كل مستثمر وكل مضارب بيتداول بكل الازواج والعملات الرئيسيه؟ لا، لانه مش من المفترض هيك، من المفترض انك انت تكون متخصص بعمله معينه. هلا انا شخصيا لانه بشتغل تحاليل تقنيه وما وبدخل اذا بدكم بشكل او اخر بالباترنز والانماط، بحق لي انه اعطي رايي بكل العملات الرئيسيه، ولكن انا شو بتداول؟ انا كثير بحب اتداول الباوند دولار لانه بلاقيه بعض الاحيان سريع وبعض الاحيان بطيء، ولكن بقدر استفيد منه اذا نقطه دخولي مميزه، وبتداول معظم الاوقات على النفط لانه بحب السرعه، بحب التداول السريع. يعني انا هلا على الكرود اويل انفنتوريز يا شباب دخلت بصفقات بيع، أنا دخلت بصفقات بيع على الكرود أويل إنفنتوريز وحددت منطقة زرقاء مثل ما عم تشوفوا هون كانت نقطة دخولي عند الكرود أويل إنفنتوريز، هبط الأويل رجع ارتد بالاتجاه الصاعد دخلت بصفقات بيع. وأنا شخصيا عارف أنه الاتجاه الهابط لسعر برميل النفط راح يزور هذه المنطقة الزرقاء اللي هي مستوى 57.06 كمرحلة أولى سريع. أنا عم بحكيكم هلأ وعم بجني بعض الأرباح لأنه عم بسجل كعان جديدة، بغض النظر اكيد عندي مراكز خسران داخل بصفقات الدولار ين بيع وعم بيرتد شوي علي. انا مش يعني انه انا التداول تبعي على طول 100% ناجح، ولكن اللي بقدر لكم اياه انه انا فقط بتداول بعملات اذا بدكم دقيقه. على سبيل المثال ولا مره تداولت بعمله الاسترالي مقابل النيوزيلندي، ولا مره تداولت باليورو مقابل الفرنك السويسري. ليش؟ لانه برجع لنفسيه التداول. شو رايكم باليورو مقابل الفرنك السويسري يا شباب؟
طب على طول لما تيجي تشوف انت التقلبات باليورو مقابل الفرنك السويسري بتشوف تقلبات جدا ضخمه، يعني حتى ضمن الاتجاهات الصاعده، ضمن الاتجاه الصاعد بتلاحظ انه الرسم البياني بسجل قمم وكعان كثيره لنوصل لهذه المرحله او لهذه القمه، وحتى بالهبوط كذلك الامر، لانه اليورو والفرنك السويسري هي العملات الرئيسيه اللي بتشتغل بنفس الاتجاه، اليورو والسويسري. اليورو والدولار مقابل السويسري بيشتغلوا بعكس بعض، صح ولا لا؟ يورو دولار، دولار سويس. فبهذه الحالة لا تتوقع موجات اندفاعية واضحة على اليورو مقابل الفرنك السويسري، عن ذلك أنا ما بتداول فيه، لأنه سيكولوجية التداول تبعه ثقيلة لدرجة أنه لا يمكن تحديد اتجاه واضح إلا إذا في حال عندي خبر فقط على أوروبا، على عفوا اليورو زون، ولكن بتستبعد سويسرا اللي هي صعبة جدا، أو عندي خبر فقط على القطاع المصرفي السويسري ولكن لا يتضمن هذا الخبر خلينا نقول تأثير مباشر على اليوروزون الاتحاد الأوروبي. خليني أقول لكم شغلة تاني كمان، إذا بدي أتكلم على سبيل المثال الباوند مقابل الين الكريزي كروس. طب ليش اسمه كريزي كروس يا شباب؟ اسمه كريزي كروس لأنه هو كروس مجنون، لأن هذا الزوج سريع لدرجة أنه ممكن يسجل 300 أو 400 نقطة بنهار واحد. بتلاحظوا الشمعة اليومية على سبيل المثال، هذه أحدى الشموع اليابانية اللي هي كانت عم تتداول، خليني أقول لكم بالضبط اللو تبعها، القاع تبعها هو 133.94، القمة تبعها هي 137.90، 400 نقطة شمعة يومية، هذا يلقب بالكريزي كروس. طب إذا أنت حسابك تداول صغير وما فيك تعمل إدارة مخاطر لتحرك 600 و700 نقطة، طب ما فيك تدخل فيه، من المفترض أنك تبتعد عنه. بدك تجرب تخفف الريسك، تقلص المخاطر على التداول بشكل عام، تختار عملة بتليق بحسابك التداول، تختار عملة بتقدر تفهمها بتقدر تتوقعها، وساعتها بتبلش تجني بعض الأرباح. طالما أنت بحسابك التداول إذا بدك تدخل على قناة تيليجرام وبدك تدخل على فيسبوك وتسمع محلل من هون ومحلل من هون وبقول لك والله الباوند ين ارتفاع من المستويات الحالية، وتقوم انت تدخل بارتفاع يهبط 100 نقطة ما قبل الارتفاع وانت يتمرجن او يتلكود حسابك، شو بتعمل؟ بتقول له والله انا طار حسابي وتلكود حسابي، تمام؟ ف بالنسبة لألي الباوند ين هبط 100 نقطة ما قبل الارتفاع لك ود حسابي أو مرجن حسابي، ولكن بالنسبة للمحلل اللي أعطاني نقطة الدخول وفرصة الشراء بقول لك والله رجع ارتفع الباوند ين. طب يا حبيبي ما هبط 100 نقطة ما قبل الارتفاع، إيه بس ما هذا يلقب بالكريزي كروس، تمام، لكن أنت حسابك التداول ما بيتحمل الباوند مقابل الين. هلأ إذا في حال بدك عملة بطيئة على سبيل المثال الأسترالي دولار، الأسترالي دولار على رسم بياني يومي إذا في حال دخلت بشراء وبتعرض وقف خسارة تحت آخر قاعة تم تسجيله عندي بتكون فقط بحدود 10 أو 15 نقطة بالوقت الحالي. طبعا في بعض الأوقات الأسترالي دولار كان عم يتداول بشكل سريع، ولكن بالوقت الحالي الأسترالي دولار نيوزيلندا أسرع على فكرة يا شباب، نيوزيلندا دولار التداول فيه أسرع من الأسترالي. طب الأسترالي دولار هو من العملات الرئيسية اللي أنت بتقدر تتحكم فيها أنت كمضارب وكمستثمر، رأس مالك صغير، وقف الخسارة بيقدر يكون صغير، جرب صيد نقطة دخول مميزة على الأسترالي دولار وبكل بساطة ممكن أنك تعرض وقف خسارة منطقي وحساس وما تتأثر فيه كتير، تمام؟ الأسترالي دولار هو إحدى الأزواج اللي أنا بنصح أنه تتداول فيهم، طبيعي أنه يأخذ وقت شوي صغيرة ولكن تقدر تحط وقف خسارة بمناطق حساسة وشرعية. شو يعني شرعية؟ لما أجي أتكلم أنا على الصوت غير واضح شو عم بيصير؟ هل يا ترى الصوت واضح ولا لا؟ ممكن حدا يقول لي بس من الشباب؟ أنا بتأسف لأنه ممكن يكون عندي بعض الأعطال التقنية، ولكن بتمنى ترجعوا تقولوا لي بس إذا الصوت واضح ولا لا. أوكي؟ لكن لما أجي أتكلم شوي صغيري ساوند كلير زين. أوكي إذا زين سامع يعني الأمور تمام. أوكي طيب، لكن إذا بدي أجي أتكلم أنا على موضوع خلينا نقول التداول، أنا ما عم نظر على هلأ إذا بدكم تكون هذه جلسة مغرية
بعطيكم رايي الشخصي بتحركات او السيناريوهات المفترضه على معظم العمليات هيك بالاخر شوي صغيره اخر 5 دقائق، ولكن اللي بقدر لكم اياه انك تختار عمله واحده. على سبيل المثال خلينا نتكلم على زوج اخر، خلينا نتكلم على داو جونز تكلمنا عليه، النفط تكلمنا عليه، الذهب تكلمنا عليه، الفضه يا شباب شو رايكم بالفضه؟ مين بيتداول فضه؟ مين بيقدر يتداول فضه؟ عقد كامل للفضة كل نقطة هي عبارة عن $50، مين بيقدر يتداول عقد فضة؟ بتقلي بجزئ العقود؟ نعم فيك تجزئ العقود، ولكن لا يزال خطير الفضة على طول خطير، تمام؟ فإذا في حال حسابي تداول $5,000 $10,000، ولكن منه هيك بتداول فضة بمناطق حساسة وبجرب أنه جزئ عدد العقود، ولكن اللي بقدر لك أنه الفضة خطيرة. طب ماذا عن اليورو مقابل الباوند؟ اليورو مقابل الباوند معروف بالتقلبات غير منتظمة، معروف بالتقلبات غير منتظمة. شو يعني؟ يعني إذا في حال بعرض رسم بياني أنا يومي تجي تطلع على رسم بياني اليومي لليورو مقابل الباوند تتفاجأ، بتلاحظ طب تمام بعض الأحيان عندي اتجاه عام صاعد أو هابط، ولكن معظم الأوقات هبوط صعود هبوط صعود هبوط صعود. وضمن هذه القمم والكعان إذا بتعمل زوم إن لجوا تعرف إنه الأمر أسوأ، تعرف إنه الأمر أسوأ، لأنه كل شمعة ارتفاع يليها شمعة هبوط. بشرفكم شوفوا عمول زوم إن، تفرج على الرسم البياني، تفرج شو رأيك؟ شمعة خضرة شمعة حمراء، شمعة خضرة شمعة حمراء، شمعة خضرة شمعة حمراء. طب شو يعني؟ يعني التقلبات الغير منتظمة مسيطرة على هذا الرسم البياني ومسيطرة على اليورو مقابل الباوند، وغير هيك نقطة اليورو مقابل الباوند تسعر باليورو وبالباوند. نقطة مش $10 للعقد الواحد، نقطة $15، يعني كل عقد يورو باوند هو عبارة عن عقد ونص من أي عملة أخرى. فعالة المخاطر وما عندك اتجاه عام واضح. خلينا عم نتداول على يورو دولار، خلينا عم ننتظر مناطق معينة حساسة للتداول، خلينا عم نتداول على الأسترالي ونيوزيلندي. بعرف أنه كل سنة بيكون في عندي عملة معينة أو زوج معين هو بيتألق بموجة اندفاعية معينة أو بهبوط اندفاعي أو بكراش انهيار معين، ولكن هلأ بسنة 2019 طبعاً اللي مرت كان عندي سعر إذا بدكم أونصة الذهب كانت متألقة بارتفاع على رسم بين الأسبوع بحدود $300. أتوقع بالسنة اللي قبلها أو اللي قبلها واللي قبلها بسنة 2014 كان عند النفط هبوط بحدود تقريباً 50 أو 60 أو $70 حتى من مستوى 114 لمستوى 25، صح ولا لا؟ كل سنة بيتألق زوج. شوفوا الدولار مقابل الفرنك السويسري بسنة 2015، هذا الانهيار اللي شفناه، شمعة واحدة كانت عبارة عن 20,000 بيب، يعني 2000 فيجير، هبط من مستويات 103 لمستويات 080، 2000 بيب. وكل سنة بكون عندي زوج معين بصير في عندي انهيار. شوفوا الباوند قبله بالبريكزيت، ما هيك هبوط الباوند دولار بشكل حاد من مستوى 2.11 للانهيار 2008، ومن ثم اجى انهيار البريكزيت اللي هو من مستوى 140 لمستوى 112. نتوقع بسنة 2020 إن شاء الله يكون عندي انهيار للمؤشرات الأمريكية. مش هذا الشيء مش أكيد، ولكن أتوقع أنه قد حان الوقت. ليش قد حان الوقت؟ لأنه اقتصاديا دونالد ترامب عم يضغط على جيرم باول ليتبع سياسة المونيتاري بوليسي إيزينج، اللي هي سياسة التيسير الكمي من قبل الفائدة وأسعار الفائدة، وتخفيض سعر الفائدة بيؤدي إلى ضعف الدولار الأمريكي على المدى الوسط للطول. عن ذلك نتوقع انهيار المؤشرات الأمريكية، هذا سيناريو مفترض، ولكن كل سنة بيكون في عندي عملة أو زوج أو خلينا نقول معدن أو أي شيء طبعا بيكون عم بيتألق بإذا بدكم التحركات للسنة اللي بيكون عم نشتغل فيها أو سنة التداول. هلأ خليني شوي صغيرة شوف أوكي بعض الأسئلة، كان عندي بعض الأسئلة هون. حدا عنده أي استفسار معين؟ حدا عنده أي استفسار معين؟ أتوقع يكون من النت، أتوقع تكون محمد السيد
وجميع الأشخاص الموجودين هون. أنا بتأسف، ولكن أتوقع أنه تقطع الصوت يكون من النات، لأنه تعرف النات عنا ببيروت. وبغض النظر عن هذا الموضوع، هلأ التأس شوي صغيرة، ابتدت الشتوية، يعني عندي شتي ورعد وبرد وريح والدنيا كلها مجنونة. فبالنسبة لإلي بفتكر النات بتصير تقطع شوي صغيرة، ما توخذوني. خلينا نعمل هيك شوي صغيرة قبل ما ننهي هذه الجلسة، هيك برمي سريعة سيناريو مفترض شو نتوقع يصير. أتوقع الدولار الأمريكي يبتدي بالانهيار. الدولار الأمريكي هو عملة لا يمكن التداول فيها، صح ولا لا؟ إذا بندخل على tradingview.com، أوكي، بنشوف مؤشر الـ DXY، مؤشر الدولار الأمريكي، بنلاحظ انه الدولار الامريكي موجود، لا يمكن تحليله، معظم الاوقات لا يمكن تحليله، لانه ايضا الدولار الامريكي ابتدى يدخل بالمراحل الافقيه بامتياز، ولكن على رسم بيانه اليومي وباستعمال موجات اليوت اتوقع الهبوط. بالنسبه لموجات اليوت، هون عندي الموجه رقم 1، الموجه 2، الموجه 3، هون عندي اي بي سي الموجه التصحيحيه الرابعه، ونتوقع هبوط الموجه الخامسه لمستوى 96. وهذا يؤكد ويدل على أنه بداية موجة هبوط للدولار الأمريكي سوف تدعم ارتفاع اليورو، سوف تدعم ارتفاع نيوزيلندا والأسترالي وكثير من الأزواج والعملات الرئيسية. هلأ أنترانيك، هلأ بنشوف الباوند ين والشمعة السلبية اللي عم تتكلم عليها، ولكن خلينا ننتقل شوي صغيرة لسيناريو مفترض اللي هو على الدولار الأمريكي، ونتوقع ارتفاع لسعر أونصة الذهب وارتفاع لنيوزيلندا دولار. واللي بيدعم هذا الموضوع، اللي بيدعم هذا الموضوع هو بكل بساطة، هو بكل بساطة الشمعة الشهرية على النيوزيلندا دولار، الشمعة الشهرية على اليورو دولار. إذا ندخل على اليورو دولار على شمعة شهرية، نعرف أنه عنده نمط احتوائي إيجابي، وهذه شمعة إيجابية. إذا بدخل على رسم بياني يومي وبدخل شوي صغير بتفاصيل موجات اليوت، ما بدي كتير أدخل بتفاصيل موجات اليوت لأن عندي جلسة خصوصي لها. الموجة رقم 1 2 3 4 و 5 كم مزدوجه فوق دبل توب، ورجعنا ابتدينا بثلاث موجات صحيه مضاده اللي هي A B و C، ونتوقع هذه المنطقه تكون منطقه مغريه جدا للشراء اللي هي 1.0950. اتوقع انا شخصيا هيك لمحه سريعه على الازواج والعملات الرئيسيه، هبوط بعد اكثر لليورو دولار، ومن ثم ارتفاع حاد لزياره مستويات ال 113.5. 113.50 هو مستوى منتظر واكثر من رائع على اليورو دولار، وقف الخساره تحت اخر قاتل تسجيله عندي اللي هو مستوى ال 198. هذا السيناريو على اليورو دولار، رح مر عليهم بشكل سريع. بالنسبه للدولار مقابل الين، اتوقع انه هلا نحن ضمن مرحله افقيه بامتياز، ما في شك طبعا، اللي هي ضمن مثلث. هون هبطنا هذا المثلث alright بهذا الشكل، هون هبطنا بشكل اندفاعي اللي هي ويف A B سي، لقبنا موجة A Big Wave A، وهون دخلنا بمثلث اللي هي تلقب بخمس موجات 1 2 3 4، وهلأ الموجة الخامسة Wave 5، انتهينا منها الـ Wave 5. هلأ الموجة الاندفاعية بالاتجاه الهابط Wave 1، هون Wave 1. هذا الارتفاع اللي عم نشهده هلأ للدولار مقابل الين هو الموجة رقم 2، ونتوقع هبوط الموجة رقم 3 4 5 لزيارة مستوى 106 199 وحتى أقل للدولار مقابل الين. هل قد بشوف ضعف للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. بالنسبة للباوند مقابل الدولار، ما في شك أنه داخلين بمرحلة أفقية بامتياز. هذه المرحلة الأفقية من الواضح أنه هي الموجة الرابعة، ونتوقع تكملة اتجاه الصاعد للموجة الخامسة، it's a continuation pattern. ما في شك انه ممكن نرجع نوصل لمستوى ال 131 40 للباوند دولار ما قبل التفكير بصفقات بيع. ماذا عن سعر أونصة الذهب؟ سعر أونصة الذهب السيناريو واضح ومرسوم. بكل بساطة اتوقع هذه المنطقة تكون مغرية للشراء، اتوقع ارتفاع لسعر أونصة الذهب لزيارة مستوى ال 1490 1489 ما قبل تكملة اتجاه الهابط، وبنكون عندنا إعادة امتحان الخط الأكثر من رائع اللي كان خط دعم وأصبح خط مقاومة بالنسبة لسعر أونصة الذهب. فارتداد هلأ بالاتجاه الصاعد أكثر من رائع، وبنكون سجلنا ثلاث موجات صحية اللي هي ABC. أوكي؟ alright. سعر برميل النفط يا شباب، هبوط، شوفوا الهبوط، شوفوا الهبوط الاندفاعي والرائع لسعر برميل النفط لإعادة امتحان وتسجيل مستوى 57.06 كمرحلة أولى. وإذا في حال تم اختراقه، أنا بأكد لك رح يكون عندي انهيار لزيارة مستوى 37 دولار عن جديد، وهذا
يدعم السيناريو المفترض اللي كان عم بيقوله دونالد ترامب، انه انا ما بدي سعر برميل النفط يرتفع، ما بدي سعر برميل النفط تسيطر عليه روسيا، ولكن بدي النفط الصخري ياخذ مجه ويبتدي يحل محل الدبليو تي اي اللي هو خام تكساس اللي هو يلقب بتكساس تي او شاي تكساس. وبالنسبه لنا نتوقع ايضا بعد ضغوطات سلبيه لسعر برميل النفط بالمراحل القادمه للاسف. اوكي شو عندي يا شباب بعد هون؟ وين الكويستشنز؟ كويستشنز انترانيك، خلينا نمر على الباوند ين. قلت لي الباوند ين على الشمعة الشهريه هي شمعة سلبيه. الاسبوعيه هل يا ترى هي شمعة سلبيه؟ اوف اوكي فهمت عليك. تقنيا نعم، تقنيا بالنسبه according to the book اذا بنمشي بالكتاب هذه الشمعة بالفعل هي سلبية لأنه سجلت مستوى أعلى من الشمعة اللي قبلها وأغلقت تحت افتتاحها من المفترض أنه تكون شمعة سلبية وإشارة انعكاسية وضعف الباوند مقابل الين. ولكن هل يا ترى أنت بتفضل أنه الشمعة الانعكاسية أو الانجلسينج باتر نمط الاحتوائي يجي ضمن مرحلة أفقية ولا على أعلى قمة؟ هذا هو السؤال الأبرز لألك. وأنا بالنسبة لي شخصيا إذا في حال بشوف نمط احتوائي على القاع القاع القاع، يعني على سبيل المثال هون بهذه المنطقة، أو على القمة القمة القمة، يعني الشمعة شمعة النمط الاحتوائي هي ما أعلى شمعة على رسم البياني أما أوطى شمعة على رسم البياني، ولكن منا ضمن مرحلة أفقية وفجأة نشوف نمط احتوائي. أنا فعليا أنا شخصيا ما بدي ولا، أنا شخصيا ما بدي ولا، وأتوقع للأسف تكمل اتجاه الصعد للباوند مقابل الين، لأن الباوند مقابل الين راح يمشي مثل الباوند دولار، والباوند دولار عم بسجل المرحلة الرابعة الأفقية، ونتوقع continuation trend تكمل اتجاه الصعد للأسف. أقله لإعادة امتحان قاع 144 اللي هو عم تشوف هون عندي نقاط دعم جدا رئيسية وممكن تصبح نقاط مقاومة. فبالنسبة لألي الباوند مقابل الين الشمعة الأسبوعية أنترانيك منا أبدا إشارة انعكاسية، وانتبه كثير منه. اوكي انتبه منه. لكن كنا تكلمنا شوي صغيرة على الدولار مقابل الكاد يا شباب، فرصة بيع الدولار مقابل الياء الكاد، فرصة بيع. وصلنا الى مناطق جدا رائعة على البيع، ابتدينا بموجة هبوط اللي هي هون 1 2 3 4 5 wave 1، هلا A B C wave 2. مستوى 132.99 أو 133 أكثر من رائعة لتعزيز صفقات البيع. هذا بالنسبة للدولار مقابل الين. بالنسبة ل شو عندي؟ النيوزيلندا دولار كذلك الأمر، شراء رسم بياني شهري، شمعة إيجابية أكثر من رائعة على النيوزيلندا دولار على المدى الوسط للطويل. أتوقع ارتفاع النيوزيلندا بحدود 400 أو 700 نقطة حتى من وراء هذه الشمعة الشهرية اللي عم تشوفوها أمامكم، ونتوقع تكمل اتجاه الصاعد. فبالنسبة للنيوزيلندا دولار التراجع على النيوزيلندا دولار أو أي هبوط هو بيدعم فرص الشراء لكل المستثمرين والأشخاص اللي عم يفكروا باستثمار على المدى الوسط للقصير. شباب العملات الرئيسية إذا بدي أرجع هيك كون فكرة سريعة، النفط سريع، النفط سريع والتقلبات فيه مرتفعة. بالنسبة لسعر أونصة الذهب شوي صغير بتتداول فيه، يا أما سكالبينج بعض الأحيان، يا أما على المدى الطويل كمان إذا في حال شايف اقتصاديا ممكن يكون في عندي مخاطر مرتفعة. المؤشرات الأمريكية جربوا ابتعدوا عنا أو استعملوا التحليل التقنية البسيطة اللي هي Trend Lines، أو إذا بدكم هذا سؤال أكثر من رائع. محمود أبو نصار، سؤال أكثر من رائع، كيف بدي بيع الدولار مقابل الكندي وبيع النفط؟ وأنا أول الأشخاص اللي بقول العلاقات هي عكسية، العلاقة عكسية بين النفط والدولار الكندي، لأنه كندا هي من البلدان المصدرة الأولى للنفط، وهذا يؤدي علاقة إيجابية بين الكندي والنفط وعلاقة عكسية بين الدولار الكندي والنفط. طب إذا في حال نتوقع هبوط النفط، ليش نتوقع هبوط الدولار مقابل الكندي؟ محمود شو رأيك بالعلاقة الإيجابية بين اليورو والباوند؟ ممكن أسألك هذا السؤال؟ ممكن جاوبني لو سمحت، شو رأيك بالعلاقة بالوقت الحالي بين اليورو والباوند؟ وشو رأيك بالعلاقة بين الأسترالي ونيوزيلندي؟ شو رأيك بالعلاقة بين خلينا نقول النفط والنفط والكندي؟ خلينا نحط النفط، هذا رسم بياني تبع على النفط صح ولا لا؟ أوكي هذا رسم بياني ساعة أو أربع ساعات إذا بدك. رح نصغر الشارت
وراح افتح دولار مقابل الكندي حده بقربه. هذا اول رسم بين النفط، وهون اليو اس دي مقابل الكندي، وهذا رسم بين الدولار مقابل الكندي. كذلك الامر 4 ساعات. طب شو رايك بهذا الموضوع؟ نحن مش على طول بنعرف انه العلاقه عكسيه بين النفط والدولار مقابل الكندي. نعم، ولكن كنت قلت لكم وضويت على هذه النقطه، على هذه النقطه، انه بسنه 2019 بالديلي ويبينارز تبعي بالتغطيات اليوميه اللي بقوم فيها على صفحه تكمل العربيه على فيسبوك، كنت ضويت على نقطه انه العلاقات العكسيه والايجابيه محمود قد زالت بسنه 2019. عم بتشوف اليورو دولار عم بيهبط، الباوند عم بيرتفع، عم بتشوف الدولار كندي على 4 ساعات ارتفاع، والدولار والنفط على 4 ساعات ارتفاع، عم بتشوف المؤشرات الامريكيه بعض الاحيان عم يرتفع والدولار مقابل الين عم بيهبط ولكن عندهم علاقة إيجابية. عم بتشوف بعض الأحيان الأس بي 500 عم يرتفع ويسجل قمم جديدة والداو جونز بيكون مأخر عنه. على العلاقات العكسية والإيجابية بين العملات والأزواج الرئيسية قد زالت، راحت، اختفت يا شباب. لما تبتدي تطلع من فكرة العلاقات الإيجابية والعكسية بتقدر تربح بالتداول. ليش؟ لأنه إذا أخذت إشارة شراء على اليورو اشتري يورو، إذا بنفس الوقت أخذت إشارة بيع على الباوند دولار بيع باوند دولار، وما تخاف الأمور تغيرت. ليش تغيرت؟ لأنه العملات الرئيسية بطلت كلها بنفس معدل interest rates. قديماً كان عندي عملة تلقب بالهاي كارنسي، كان عندي العملات الرئيسية الأخرى كانت مثل بعضها وبيمشوا بنفس الطريقة. ليش؟ لأنه معدل الفائدة في البلدان كانت قريبة لبعضها. ولكن هلأ عندي بأوروبا معدل فائدة شيء، بالدولار الأمريكي أصبح كان 2.5 وهلأ عم ينزل، بنيوزيلندا كان 5 وعم ينزل، بأستراليا كان 5.5 ونزل 3.5. فبالنسبة لي معدل الفائدة ابتدى يتغير عبر العالم، وابتدت العملات الرئيسية كل واحدة تشتغل لحالها، كل واحدة تتبع اقتصاد بلدها، كل واحدة تتبع أخبار بلدها. وهون ابتدينا نشوف علاقات إيجابية وعكسية قد زالت من السوق. ولكن اللي بيدعم هذه النقطة بدي أفرجيك شغلي، وعطول مرة عليها مع الأشخاص اللي بتابعوني بشكل يومي. What DXY contains يا شباب؟ DXY هو مؤشر الدولار الأمريكي. كثير من الأشخاص بيفكروا الدولار الأمريكي هو محرك السوق، صح ولا لا؟ قديما نعم كان محرك السوق، لأنه كان عنده علاقة عكسية 100% بين الدولار الأمريكي وباقي العملات والمعادن والسلع. ولكن بالوقت الحالي الدولار الأمريكي يمثل فقط 57% يورو دولار، 13% ين ياباني، 11% باوند، 9% كندي، 4% سويدش كرونا، وفرنك السويسري 3.6%. فبالنسبة لي الدولار الأمريكي إذا في حال ارتفع بحدود 100 نقطة، نتوقع هبوط اليورو فقط ب50 نقطة، نتوقع هبوط الين الياباني ب13 نقطة، 9 نقاط فقط للكندي مع ارتفاع 100 نقطة عم بتكلم. فبالنسبة لي الدولار الأمريكي يتضمن هذه الويت أو هذه إذا بتكون الأرقام. فبطل عندي علاقة عكسية مباشرة 100% بين الدولار الأمريكي وباقي العملات الرئيسية. وهون بدك تبتدي تفكر outside the box. لما تيجي تفكر outside the box تيجي بتقول إنه الدولار الأمريكي بطل هو محرك السوق. ممكن الدولار الأمريكي واليورو اثنيناتهم يرتفعوا، نعم بتصير. ممكن الدولار الأمريكي وخلينا نقول الدولار ين يرتفع الدولار كاد يهبط، بتصير. الدولار ين يرتفع والدولار كاد يهبط، بتصير. الدولار ين يهبط الدولار كاد يرتفع، بتصير. الدولار مقابل الفرنك السويسري كل عمره يشتغل مع الين الياباني، دولار مقابل الين والدولار مقابل الفرنك السويسري، لانه عندهم علاقه ايجابيه، لانه الين الياباني والفرنك السويسري هن عمله الملذات الامنه. ولكن عم نلاحظ معظم الاوقات الدولار مقابل الفرنك السويسري بنشوفه بيمشي ضمن مرحله افقيه على ميل على هبوط، والدولار ين ارتفاع، عادي طبيعيه، تمام. فبالنسبة لي العلاقات الإيجابية والعكسية قد زالت عن ذلك. ما تعطى الهم إنك تبيع نفط وتبيع دولار كندي بنفس الوقت. أنا ما راح أطول عليكم، راح أعمل ختام لهذه الجلسة وقلكم بنصحكم نصيحة أخ ومتداول ومستثمر إلى أكثر من 12 سنة بالسوق، بقلكم اختار عملة معينة واحدة إنك تفهم طبيعة التداول تبعها، نفسية التداول. شوفوا الغاز من سنة 2008 ل 2019 بعده هادي تحت،
شوفوا الذهب بينطر 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 بسجل موجة اندفاعية، شوفوا الدولار مقابل الين المراحل الأفقية الطويلة، شوفوا الدولار مقابل الكندي مع كل هبوط 100 نقطة في ارتداد 90 نقطة مقابل تكمل الاتجاه. على طول بتكون تاخذوا بعين الاعتبار العملات وهيكلية العملات وسيكولوجية التداول ونفسية العملات لتعرف تختار العملة المناسبة لإلك، وخاصة أن يكون فيها تقلبات منطقية بالنسبة لإدارة حسابك أو لإدارة المال ضمن حسابك وحجم حسابك التداول. اختار الأسترالي دولار بطيء، الأسترالي والنيوزيلندي بتقدر تعرضه في خسارة بشكل حساس، بينما إذا أنت فت بالنفط ومعك $1,000 $1,000 ما فيك تعرض وقف خسارة بشكل حساس. ليه؟ لأنه أقل وقف خسارة بده يكون أكثر من 100 نقطة عن النفط، وانت فقط $1,000 العقد الواحد ملزم انك انت تحط 100 نقطة وقف خسارة لانه بيتمرجن حسابك، صح ولا لا؟ 100 نقطة هي $1,000 ها اذا دخلت عقد كامل. فبالنسبة لي اختار عملة معينة، عراق الدولار ين اي متى تدخل فيه من وراء انتهاء المرحلة الافقية، شوف الدولار كاد من وراء ارتداد 90% يدخل فيه، شوف سعر أونصة الذهب انطور شوي صغيرة موجات اندفاعية وتتوقع مرحلة افقية من وراء الموجات الاندفاعية على طول، هبوط موجات افقية هبوط، ارتفاع موجات افقية ارتفاع، هذا بالنسبة للذهب لانه continuation trend على طول. شوف اليورو معظم الاوقات في تستفيد من التقلبات، اليورو دولار على طول السوق بيرجع لنفس نفس الطريقة ولا نفس الأرقام، بتشوف اليورو دولار هرب من مستويات 110 و113 بيرتفع لل 120 فجأة بيرجع بيهبط بيزور 113 110، يعني اليورو دولار على طول بيرجع بيشوف نفس الأرقام، ما في رقم ما بيرجع يشوفه، تمام؟ هذه إذا بتكون نفسية اليورو دولار، يعني حتى الأشخاص اللي كانوا بيعين على 1.04 وارتفع اليورو على 150 رجعوا شافوا 1.04، وطبعا هذه طبيعة البورصة بشكل أو آخر، ولكن خاصة على اليورو دولار لأنه تقلباته بعيدة إذا بتكون والسايكلز اللي فيه ضخمين، تمام؟ بين أوروبا وأمريكا بيتفقوا سوا على السايكلز، خلي عملتك ترتفع 8 سنوات وعملت تهبط 8 سنوات لشجع التجارة عندي، ومن ثم أنا برفع عملت 8 سنوات وأنت رجع خفض عملتك 8 سنوات، فهذه السايكلز بين الدول الكبرى أيضا موجودة بيتفقوا عليها. فاليورو دولار عنده سايكل أب عنده سايكل داون، ولكن أتوقع أنه سايكل أتوقع أنه سايكل الدولار الأمريكي قد انتهى، وبالنسبة لي الدولار الأمريكي حان وقت الهبوط وحان وقت ضعف الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية. اليورو دولار هذه مناطق مغرية للشراء شباب، 159 كحد أقصى، ونتوقع تكملة اتجاه الصاعد. محمد كوريان أوكي، عندي بديسمبر 4 بعد 7 أيام أو 8 أيام بالضبط عندي ويبينار مثل هذا الويبينار لموجات اليوم، بتمنى أنه أنتم تتابعوه، بتمنى أنه تستفيدوا من موجات اليوت، لأن موجات اليوت بالفعل هو المستقبل للسوق، لأنه صحيح أنه صعب، ولكن بتقدر تحدد أنت بأي نقطة، أنت وين، أنت بأي اتجاه، أنت بمرحلة أفقية، أنت بارتفاع، أنت بهبوط، كيفية عد الموجات، كيف ممكن تختار فرص دخول موجات اليوت أكثر من رائعة. محمد بديسمبر 4 دخول على صفحة تكمل العربية على فيسبوك، وطبعا بتسجل مثل هذا الويبينار هلا، وراح يكون عندي principles of Elliott Wave او مبادئ موجات اليوت، بتمنى انه تحضروها. انا بتشكر كثير. ديسمبر هلا ديسمبر يعني بعد 3 ايام محمد بنفوت بديسمبر، نحن يعني شهر 12 بعد 3 ايام بنفوت بديسمبر، وديسمبر 4 يعني اول شهر القادم ان شاء الله. اوكي، انا بتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الجلسه، هذه جلسه منا يعني من الجلسات الأكثر من مفيدة، ولكن بشيء معلومات عامة كحد أقصى، من استراتيجية تداول، من طريقة تفكير معين بالسوق. طبعا عندي ويبينارات أخرى لا استراتيجية التداول والتحليل التقنية، ولكن شوية معلومات عامة لنعرف فقط نعرف نتداول، ما تتداول كل الأزواج وكل العملات، اختار واحدة وتمكن منها لتقدر تجرب تقلص المخاطر وتخفف الريسك. بتمنى تكونوا استفدتوا، أنا كتير بشكر وجودكم، و طبعا اكيد مسجله محمود، اكيد مسجله، ولكن بتمنى تحضرها لايف اكيد افضل. واللي بقدر لكم اياه انه جربوا تابعونا على صفحه تكمل العربيه، تكمل العربيه على فيسبوك، اكتب تكمل باللغه الانجليزيه، تكمل العربيه باللغه العربيه، كلمه العربيه تكمل العربيه. بتمنى تتابعوني بشكل يومي، كل يوم عنا لايف كفرج
تغطية مباشرة يومية صباحية على الأسواق الساعة 11 بتوقيت بيروت أو 12 بتوقيت السعودية، وممكن أنه تشوفوا طبعا تحاليلنا اليومية على الأزواج الرئاسية، وبعطيكم فرص استثمار ونقاط دخول. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. كان معكم المحلل والمدرب المعتمد جزر ظهرية من شركة تكمل. إلى اللقاء.